بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. نكمل معكم شرح القواعد الخاصة في ضبط المتشابهات اللفظية في القرآن الكريم مع القاعدة 16، الضبط بمعرفة موضع الآية في المصحف. قبل بيان معنى القاعدة نذكر بأن هذه القواعد التي معنا خاصة بنسخة مجمع الملك فهد رحمه الله مصحف المدينة، ومن ثم فإن من أفضل القواعد المعينة بإذن الله معرفة موقع الآية، وهذا مما يساعد على الضبط والإتقان. ومن الأمثلة على ذلك: أولا نفعا وضرا، هكذا بالتنكير وليس الفعل، ينفعكم ويضركم وليس الاسم، النفع والضر. فنفعا وضرا جاءتا في 8 مواضع في القرآن الكريم، ودوما نفعا وهو الأمر المحبب إلى النفوس يأتي قبل ضرا في الوجه الأيمن كما في الأعراف والرعد وسبأ، وضرا يأتي في الوجه الآخر سابقا نفعا كما في المائدة ويونس وطه والفرقان والفتح. وحيث إن الكثير من الحفظة لا يشكل عليه معرفة موقع الآية، وإنما يشكل عليه التقديم والتأخير بين نفعا وضرا، وبمعرفة هذه القاعدة يزول هذا الإشكال بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا، فلما جاء أمرنا، ولما جاء أمرنا من سورة هود، فإنه يشكل فلما جاء أمرنا مع ولما جاء أمرنا في سورة هود، والضابط أنه إذا كانت الآية في الوجه الأيمن فهي فلما، كما في قصة صالح ولوط عليهما السلام، وأما إذا كانت في الوجه الآخر فهي ولما، كما في قصة هود وشعيب عليهما السلام. ثالثا، ذلك الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم من سورة التوبة، وكم من مرة أخطأ فيها الحافظ والتبس عليه، ذلك الفوز العظيم بذلك هو الفوز العظيم في سورة التوبة. وهناك ضابطان بناء على القاعدة التي معنا: أولا ذلك الفوز العظيم يأتي دوما في الوجه الأيمن، وذلك هو الفوز العظيم يأتي في الوجه الآخر من سورة التوبة. ثانيا، ذلك الفوز العظيم يأتي في النصف العلوي من الصفحة، فحيثما وردت الآية في النصف العلوي فاعلم أن ختامها بذلك الفوز العظيم، وأما إذا كانت الآية في النصف الآخر فيأتي ختامها بذلك هو الفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان معكم محدثكم أدمن صفحة التبيان في ضبط متشابهات القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.